الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله. الحمد لله، الحمد لله المتفرد بالعظمة والجلال، المتفضل على خلقه بجزيل النوال. أحمده سبحانه وتعالى وأشكره وأتوب إليه وأستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدًا عبد الله ورسوله المنقذ بإذن ربه من الضلال، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه خير صحب وآل والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم المآل. ثم أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، أيتها الأخوات المسلمات، حديثنا اليوم سيكون بإذن الله تبارك وتعالى عن علاقة المسلم مع نفسه، ولكن لا بد أن نعلم بادئ ذي بدء أن وجهات النظر تختلف حول علاقة المسلم مع نفسه من شخص إلى آخر ومن امرأة إلى أخرى، فبحسب ما يحمله المرء من فكر وبحسب ما لديه من تصور عن الله تبارك وتعالى وعن الكون من حوله وعن الحياة التي يعيش فيها وعن أخيه الإنسان الذي يعيش معه، يصوغ المرء علاقته مع نفسه. ولهذا لا نستغرب أيها الإخوة الأفاضل عندما نشاهد هذا التفاوت وهذا الاختلاف الحاصل من تصرفات الناس والتباين الذي نراه في حياة كل فرد وطريقة العلاقة التي يقيمها مع نفسه. فهذا شخص غارق في الشهوات والملذات يرى أنه تناسبه تلك الحياة وهو مرتاح من وضعه كما يزعم، وشخص آخر منطو على نفسه لا يكلم أحدا إلا بحدود، معتزل لكل الناس ويرى أن علاقته مع نفسه بهذه الصورة جيدة ومناسبة، وثالث يرى ويتصور أن أفضل علاقة يقيمها مع نفسه في الاهتمام بجسمه ولياقته مثلا، فتراه منشغلا طول يومه وليله بالرياضة، يلعب ويتمرن ولا يعرف من هذه الحياة إلا ما هو فيه. وهكذا فإنك تجد أن للناس مشارب مختلفة في علاقتهم مع أنفسهم بحسب كما قلنا في بداية الكلام بحسب تصوراتهم وأفكارهم التي يحملونها. ولهذا أيها الإخوة الأفاضل لا بد لنا من البداية ونحن نتحدث عن علاقة المسلم مع نفسه ونحن قد رأينا أن هنالك تباين واختلاف وتضاد في علاقات الأشخاص مع أنفسهم، لا بد لنا من البداية أن نتفق جميعا على أسس وضوابط نحدد من خلالها علاقة
العلاقة السليمة والصحيحة للمسلم مع نفسه. لأن القضية لو تركت لعقول الناس وأهوائهم وشهواتهم لما استقرت على شيء أبدا. لأن الذي أفكر فيه أنا قد يختلف عن الذي تفكر فيه أنت، والذي أميل إليه أنا وأحبه ربما تبغضه أنت وتكرهه، وهكذا لا بد إذن من الاتفاق على قواعد نحتكم إليها في تقرير علاقة المسلم مع نفسه. ولا شك أن القاعدة العظيمة التي نرجع إليها بنسبتنا باعتبار أننا من المسلمين وأننا مؤمنين وأن عندنا دستورا هادية، إذن لا بد أن تكون تلك الأسس التي نحتكم إليها هو الإسلام. قال تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. والذي لا يقبل بالإسلام حكما ولا يرضى بالدين شريعة تنظم له علاقته مع ربه وتنظم له علاقته مع نفسه وتنظم له علاقته مع المجتمع من حوله، عليه أن يراجع إيمانه وعليه أن يراجع إسلامه قبل أن يدركه الموت وهو على هذا المعتقد الخطير. أيها الإخوة المؤمنون، أيتها الأخوات المؤمنات، قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالله عز وجل قد أكمل لنا الدين، ومن كمال الدين وتمامه أن بين لنا كيفية علاقة المسلم مع نفسه، كما بين لنا كيفية علاقة المسلم أو الإنسان مع ربه، كما بين لنا علاقة الإنسان مع أخيه الإنسان، على أي طريقة تكون وعلى أي هيئة تسير. أيها الإخوة الأحبة، إن الإسلام لم يترك جانبا من جوانب البدن إلا وقد اهتم به وحرص عليه وأعطاه حقه من التوجيه. وبدن الإنسان بدن الإنسان ينقسم إلى ثلاثة أقسام: جسم وعقل وروح. وهذا ليس خاصا بالمؤمنين، بل هو عام لكل بني آدم، عام للإنسانية جميعها. جسم وعقل وروح، تلك هو الكيان الإنساني. فإذا ما أردت يا عبد الله ويا أمة الله أن تكون علاقتك مع نفسك على الكمال، فعليك أن تحرص على جسمك وعلى عقلك وعلى روحك، وأن تعطي كل قسم منها ما أوجبه الشرع عليك، وأن تحافظ عليها ضمن ضوابط الشريعة وحدود الدين. فأولا جسمك، احرص أخي المسلم ويا أختي المسلمة أن يكون جسمك صحيحا قوي البنية، وأهم ما يكون به ذلك الاعتدال في الطعام والشراب. والاعتدال يكون في النوعية ويكون في الكمية. قال تعالى: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. وقال صلى الله عليه وسلم: ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه، ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه بحسب ابن آدم أكلات يقمن صلبه، فإن كان لا محالة فاعلا فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. ثم احرص على نظافة جسمك وثيابك، وذلك
بالاستحمام كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وأقله أن يكون مرة كل أسبوع. قال صلى الله عليه وسلم: حق على كل مسلم أن يغتسل في كل 7 أيام يوما يغسل رأسه وجسده، رواه الإمام البخاري رحمة الله تبارك وتعالى عليه. وقال عليه الصلاة والسلام: اغتسلوا يوم الجمعة، اغتسلوا يوم الجمعة واغسلوا رؤوسكم وإن لم تكونوا جنبا وأصيبوا من الطيب، رواه الإمام البخاري رحمة الله تبارك وتعالى عليه. وروى الإمامان أحمد والنسائي عن جابر رضي الله تعالى عنه أنه قال: أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم زائر، فرأى رجلا شعثا رأسه غير ممتشط، فرأى رجلا شعثا فقال: ما كان هذا؟ ما كان يجد هذا ما يسكن به رأسه؟ ورأى رجلا عليه ثياب وسخة فقال: ما كان يجد هذا ما يغسل به ثوبه؟ وقال صلى الله عليه وسلم: ما على أحدكم إن وجد ساعة أن يتخذ ثوبين لجمعته سوى ثوبي مهنته، رواه الإمام أبو داود رحمه الله تعالى. واحرص أيضا على تفقد نظافة فمك حتى لا يشم الناس منك رائحة مؤذية. جاء عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها قالت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرقد ليلا ولا نهارا فيستيقظ إلا تسوك، لأن النوم يغير رائحة الفم. وهذا من حرص الإسلام وحرص الشريعة على تعليمنا كيف تكون روائحنا طيبة، بما في ذلك أفواهنا التي نقف ونتحدث فيها مع الناس. وإنه لا من المؤسف له أن نرى بعض المسلمين يهملون هذه الجوانب، فلا يعتنون بنظافة أفواههم ولا أبدانهم ولا ملابسهم، فتراهم يغشون المساجد وغيرها من التجمعات العامة وروائحهم تؤذي إخوانهم الحاضرين وتنفر الملائكة. ومما يزيد الطين بلة أن البعض يضيف إلى ما سبق شرب الدخان وأكل الثوم والبصل. قال عليه الصلاة والسلام: من أكل البصل والثوم والكراث فلا يقربن مسجدنا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، رواه مسلم رحمة الله عليه. فاتقوا الله أيها الإخوة المسلمون ولا تهملوا هذه الجوانب، فإنها جدا مهمة، وإن ديننا لا يهتم ويحث على مراعاة شعور الآخرين. ولتكن لكم أسوة حسنة بالرسول الكريم صلى الله عليه وسلم إلى يوم الدين. عن أنس بن مالك رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: ما شممت عنبرا قط ولا مسكا ولا شيئا أطيب من ريح رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: من كان له شعر فليكرمه، وإكرامه يكون بتنظيفه وغسله وتمشيطه وتطيبه وتحسين شكله وهيئته. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. قال رجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله جميل يحب الجمال، إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق وغمط الناس، وليس الكبر بتنظيف الثياب ولبس الجميلة منها، بل إن ذلك من الفطرة السليمة الصحيحة. قال صلى الله عليه وسلم: 5 من الفطرة: الختان وحلق العانة ونتف الإبط وتقليم الأظافر وأخذ الشارب. الختان أو الطهارة كما يسميها البعض، وهي قطع القلفة الزائدة على عورة الرجل الأمامية. الختان وحلق العانة ونتف الإبط
وتقليم الأظافر، وهذه الثلاثة لا يجوز تركها أكثر من 40 يوما، كما قال أنس رضي الله تبارك وتعالى عنه، حد لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في حلق العانة ونطف الإبط وتقليم الأظافر على ألا يزيد عن 40 يوما، فأقصى مدة 40 يوما، بل ونص الفقهاء على أن تقليم الأظافر لا أقل من مرة كل أسبوع، وهكذا لأن تجتمع تحتها الأوساخ، ولأنها الوسيلة التي توصل الطعام إلى داخل جسدك. وختاما، يجب على كل مسلم ومسلمة أن يحفظ جسمه مما يضره، سواء كان ضررا ماديا كالمسكرات والمخدرات والتدخين وغيرها، أو معنويا كالمعاصي والذنوب والأثام، فما كان فكما أن ذلك يضر فإن هذا يضر أيضا. ثانيا، عقلك، وهذا هو الجانب الثاني من جوانب عناية وعلاقة المسلم بنفسه، وإن خير ما يتعهد المسلم به عقله العلم، خير ما يتعهد به المسلم عقله العلم، وخير العلم ما قال الله وقال الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا هو المقصود. المقصود بالعلم العلم الشرعي، العلم الذي يقربك من الله، العلم الذي يدلك على الحلال والحرام، العلم الذي يخرجك من الظلمات إلى النور. قال صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم، وقال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء، إنما يخشى الله من عباده العلماء، أي إنما يخشى الله حق الخشية العلماء من الناس، هم الذين يخشون الله تبارك وتعالى. ولذا كلما ازداد علمك كلما ازدادت خشيتك وازدادت تقواك لله سبحانه وتعالى. وقال تبارك وتعالى: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، إنما يتذكر أولو الألباب. وإن أول ما يجب على المسلم تعلمه هو كيف يعبد الله عز وجل بطريقة سليمة، بطريقة صحيحة، وهذا هو الذي سيحاسب عليه المسلم يوم الحساب، وسيسأل عليه بين يدي ربه سبحانه وتعالى. لا عذر لأحد أبدا أن يتعلم الحد الأدنى الذي به يعبد ربه عبادة صحيحة، كما بين لنا ربنا سبحانه وتعالى، وكما علمنا رسولنا صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك أحكام الطهارة من وضوء واغتسال وغيرها، وأحكام الصلاة والزكاة والحج والصيام، وتعلم مسائل البيع والشراء لمن كان تاجرا، كيفية إخراج الزكاة، زكاة الحبوب والثمار والزروع لمن كان مزارعا، وهكذا كل في مجال تخصصه. ثم إن الأمة بعد ذلك بحاجة إلى أبناء يتقنون كل المجالات وكل العلوم، فهي بحاجة إلى علم الطب وعلم الهندسة وعلم الفلك وعلم الفيزياء وعلم الرياضيات وعلوم وفنون الصناعة والتجارة وغيرها. الأمة بحاجة إلى من يهب كل طاقاته ويمنح جل اهتماماته لدينه ويتعلم هذه العلوم ويقبل عليها إقبال الفريضة، لينقذ الأمة مما تعانيه من ذل واستضعاف لغيرها. أيها الإخوة المسلمون، إن التقدم الذي وصل إليه الغرب لم يصل إليه بالنوم، لم يصل إليه بالاعتكاف أمام شاشات السينما والتلفاز، لم يصل إليه بكثرة الاستماع إلى وسائل الملاهي والانشغال بها، وإنما وصل إليه بكد واجتهاد وجد في طلب العلم. وما نيل المطالب بالتمني، وما نيل المطالب بالتمني، ولكن تؤخذ الدنيا غلابا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الكريم لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.
الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده ويدفع عنا نقمه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أيها الإخوة المؤمنون، أيتها الأخوات المؤمنات، ثالثا ما يجب على المسلم العناية به روحه. إن المسلم يملك قلباً خفاقاً وروحاً تهفو وأشواقاً عليا تدفعه إلى السمو في عالم العبادة والتطلع إلى ما وراء إلى ما عند الله عز وجل من نعيم، والخشية مما لديه من أنكال وجحيم. وإن خير ما يتعهد به المسلم روحه أن يسقلها بالعبادة والمراقبة لله سبحانه وتعالى آناء الليل وأطراف النهار، بحيث يبقى يقظا منتبها متقيا أحابيل الشيطان الماكرة ووساوسه المضللة. فإذا مسه طائف من الشيطان في لحظة من لحظات الضعف البشري هزته الذكرى، فارتد بصيرا متيقظا تائبا مستغفرا. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. المسلم الذي يريد أن يقوي روحه فإنه يستعين في إصلاحها بأنواع وبضروب مختلفة من العبادة يقوم بها لله عز وجل طائعا مخبتا قانتا، ومن ذلك الإكثار من تلاوة القرآن الكريم. الإكثار من تلاوة القرآن الكريم في أنات وتدبر وتفكر وخشوع وكثرة ذكر في إخبات وحضور قلب، والصلاة القويمة المستكملة شروط الصحة بخشوع وحضور. الصلاة الصحيحة، الصلاة المحمدية، الصلاة التي علمنا الشرع، لا الصلاة التي أخذناها ورثة عن أبينا عن أبائنا وأجدادنا وأمهاتنا، لا، الصلاة القائمة على العلم، الصلاة التي تؤدى بخشوع وحضور قلب. وهكذا يدرب المسلم نفسه على الطاعات بشتى أنواعها، بحيث يصبح ديدنه وعادته وسجاياه التي لا فكاك له عنها ولا انفصام، وبذلك وحده ترهف نفسه ويرق شعوره وتتيقظ حواسه. فإذا هو غالب الأحيان يقظ متنبه مراقب لله سبحانه وتعالى في السر والعلانية، مستحضر خشية الله عز وجل ومراقبته في كل أحواله وفي كل معاملاته. ومن أهم الأمور التي تعينك على إصلاح روحك أن تلزمها برفيق صالح، بصاحب صالح يعينك على عبادة ربك ومجالسة إيمانية تزيد ومجالس إيمانية تزيد في إيمانك وتوثق صلتك بمولاك، مما يعينك بالإضافة إلى ما ذكرنا من كثرة تلاوة القرآن بتدبر وتفقه وخشوع، وبصلاة أيضا بحضور قلب وخشوع، وبكثرة ذكر لله سبحانه وتعالى إلى آخر ذلك من أنواع العبادات. بالإضافة إلى ذلك، فإن مما يعينك في طريقك إلى ربك، في مسيرك إلى الله، إن مما يزيد في إيمانك، مما يقوي روحك، أن تختار صاحبا صالحا، أن تختار رفيقا يعينك في دربك، صالحا عابدا تقيا يعرف الحلال والحرام، وأن تكثر من المجالس التي تزيد في إيمانك. فلا بد إذن لكل مسلم ومسلمة أن يحسن اختيار الأخلاء والمجالس التي لا تزيده إلا إيمانا وصلاحا
وتقوى وتبصرة، وأن يعرض عن رفاق السوء من شياطين الإنس، ويهجر مجالس الفحش والمعصية التي تظلم فيها النفس ويصدأ فيها القلب. قال تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. واصبر نفسك، اصبر نفسك، عودها الصبر مع من؟ مع الذين، مع الذين يدعون ربهم، يدعون ربهم بالغداة صباحا ومساء، بالغداة والعشي يريدون وجه الله جل وعلا، يريدون وجهه. ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. ولا احذر، احذر أن تطع، احذر أن تصاحب، احذر أن ترافق من أصيب بغفلة القلب عن الله جل وعلا وعن ذكر الله سبحانه وتعالى، فإن ذلك لا يزيد قلبك إلا ظلمة، فإن ذلك يدفعك إلى معصية الله جل وعلا، إن ذلك لا يزيد إيمانك إلا ضعفا. فحذاري ثم حذاري من ذلك. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تصاحب إلا مؤمنا، لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي. لا تصاحب إلا مؤمن، ولا يأكل طعامك إلا تقي. وانظروا أيها الإخوة الأفاضل كيف فرق النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف فرق الشرع بين من تصاحب وبين من تدخل إلى بيتك. لا يأكل طعامك إلا تقي، لا يدخل بيتك إلا تقي، يخشى الله جل وعلا، لأنك تدخله على عرضك، لأنك تطلعه على أسرار بيتك، فلا يدخل إلا التقي الورع الذي يحفظك ويحفظ عرضك ويستر عليك. أما المصاحبة في الخارج فالمؤمن، المؤمن، المؤمن الذي حتى وإن أخطأ فإنه سرعان ما يعود إلى ربه، سرعان ما يتذكر، سرعان ما يبصر الحق فيعود إليه. فاتقوا الله عباد الله، وبادروا بالتوبة، فبادروا بالتوبة قبل أن يغلق الباب ويسبل الحجاب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: كل نفس ذائقة الموت، وإنما توفون أجوركم، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. عباد الله، إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم يا ربي آتي حبيبنا محمد الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم يا ربي اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أعلنا وما أسررنا، وما أنت أعلم به منا. اللهم آتي نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم يا ربي ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر. ألطف بنا فيما جرت به المقادير، ألطف بنا فيما جرت به المقادير، ألطف بنا فيما جرت به المقادير، إنك على ما تشاء قدير. يا نعم المولى ونعم النصير. اللهم يا ربي فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، يا ذا الجلال والإكرام، يا أرحم الراحمين. اللهم يا ربي نصرك الذي وعدتنا لإخواننا المجاهدين في سوريا، اللهم ثبت أقدامهم وسدد رميهم، اللهم اشف مرضاهم، اللهم داوي جرحاهم، اللهم عافي مبتلاهم، اللهم اجعل لهم من كل ضيق مخرجا، واجعل لهم من كل هم فرجا، يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم آمين آمين آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.